لكم يكمل الناموس وانصار يظل راعي الحفل والطيب من طيب أميرنا اللي يشوف الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، نحييكم بأجمل تحية مع هذه الانطلاقة القوية المتميزة بالسرعة على أرضية ميدان الشحانية، وها هي الانطلاقة للشوط التاسع في مجموع الأشواط وهو الشوط الخامس للثنايا البكار، ورصدت جائزة عبارة عن سيارة مقدمة من اللجنة المنظمة لهذا السباق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأفاضل، ها نحن في طريقنا ونشق طريقنا إلى مقدمة هذا الشوط لكي نتعرف على أصحاب المراكز العشرة الأولى المتقدمة، ونتمنى ونرجو كل الرجاء من أصحاب السيارات أن يعطونا المجال، نتمنى من أصحاب السيارات أن يعطونا المجال. شكرا لجميع الأخوة المتعاونين. هكذا أرى شعار عبد الله بن مظفر العامري، شعار عبد الله بن مظفر العامري في هذه اللحظات ينتزع المركز الأول في هذا الشوط الخامس المخصص للثنايا البكار لأبناء القبائل. المركز الأول نشوف الآن ولحظات التعرف على اللي في المركز الأول اللي تعود ملكيتها للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، بينما النقلة على المركز الثاني. ونشوف الآن، نشوف الآن التدخل من الجانب الآخر، الوثبة هي الآن اللي في المركز الثاني وطموحها إلى مقدمة هذا الشوط. الوثبة تعود ملكيتها للسيد خليفة بن بخيت بن علي المنصوري، ضيفة من ميدان الوثبة بدولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بكل أشقائنا وضيوفنا. بينما النقلة على المركز الثالث، النقلة على المركز الثالث والدخول، يا سلام، الله الله، دخول وتنافس على المركز الثالث. أرى شعار السيد حمد بن سهيل بالحفار المري يتدخل على ظهر الشاهينية إلى ثالث المراكز. الشاهينية في المركز الثالث للسيد حمد بن سهيل الحفار المري، والنقلة على المركز، وردنا تنويه بأن اللي في ثاني المراكز اسمها الشاهينية وتعود ملكيتها للسيد حمد بن سهيل الحفار، والمركز الثالث الشاهينية اللي وردنا عليه التنويه للسيد محمد بن غريب بن راشد الجتبي، هذا للعلم. اللي في المركز الثالث للسيد محمد بن غريب بن راشد الجتبي مالك الشاهينية اللي في ثالث المراكز. مشاهدينا ننتقل بكم إلى المركز الرابع، واللي في المركز الرابع رقمها غير واضح، نتمنى من صاحب هاي البكرة أن يعطينا أي معلومة عنها لكي نعطيها حقها في الإذاعة. هي الآن اللي في المركز الرابع، أم لباس عنابي بأبيض. النقلة في هذه اللحظات على المركز الخامس، المركز الخامس فيه ضبية، وتعود ملكية ضبية للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي. هي الآن ضبية اللي في خامس المراكز، بينما النقلة على المركز السادس، النقلة على المركز السادس، وهذه اللي قادمة، القادمة إلى المقدمة اللي هي بطاشة، وانتظروا بطش بطاشة، بطاشة في المركز السادس، وتعود ملكيتها للسيد علي بن حمد المري مالك بطاشة اللي هي الآن في سابع المراكز، بينما نقلة على ميراج، والنقلة على ميراج اللي هي الآن ميراج في خامس أو سابع المراكز، في سابع المراكز ميراج للسيد سعيد بن محمد أو سيب بن محمد بن زايد الخيرين، كلهم أخوة، سيب بن محمد بن زايد الخيرين مالك ميراج اللي هي الآن في سابع المراكز. وانتظروا لحظات إقلاع ميراج، يضمر ميراج السيد بركي الرشيدي، بينما النقلة على المركز الثامن، ونشوف فيها أماني، وأماني أمنيتها الفوز بسيارة هذا الشوط. أماني تعود ملكيتها للسيد راشد بن طالب بن شريم المري، والنقلة على المركز التاسع اللي نشوف فيه الشايبة اللي تعود ملكيتها للسيد منصور بن عبد الله بالعرطي، منصور بن محمد بالعرطي الحميري، والنقلة على المركز العاشر. وها هو شعار محبوبة التي حصلت على الدلة في الشوط الأول الرئيسي، نشاهده في هذا الشوط على ظهر محبوبة للسيد عاطف بن علي القرشي، واسمها الظبي، هو الظبي في عاشر المراكز للسيد عاطف بن علي القرشي، اسمها
جماهير، اسمها جماهير للسيد عاطف بن علي القرشي، هي الآن اللي في عاشر المراكز. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم، نعود بكم بعد أن هنا النداء الأول لنرى التنافس، لنرى التنافس على مقدمة هذا الشوط. الوثبة والشاهينية، الوثبة والشاهينية، الله، الشاهينية بدأت في التنافس وأعلنت التصدر لهذا الشوط. الشاهينية غيرت إلى مقدمة هذا الشوط واحتلت الصدارة للسيد حمد بن سهيل الحفار، ولكن الوثبة عادت إلى المركز الأول وتتنافس مع الشاهينية. الوثبة في المركز الثاني، وتعود ملكية الوثبة للسيد بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، بخيت بن علي بالخصواني المنصوري مالك الوثبة، اللي في هذه اللحظات تدخلت وانتزعت المركز الأول. مشاهدينا ننتقل الآن إلى المركز الثالث، المركز الثالث في الشاهينية، المركز الثالث نشوف الآن في أبو حويل حاملة الرقم 222 اللي في ثالث المراكز، اللي هي ضبية، وتعود ملكية ضبية للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي، ضبية في ثالث المراكز. بينما النقلة على المركز الرابع لنرى فيه الشاهينية، والشاهينية تعود ملكيتها للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي، ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. والنقلة على المركز الخامس، النقلة على المركز الخامس، وين نتمنى من صاحبها أن يعطينا أي معلومة. نتمنى من صاحبة المركز الخامس أن يعطينا أي معلومة عنها، لكي للسيد على ما لشعال خيرين للسيد راشد بن معجب الخيرين. المعذرة يا أبو معجب، المعذرة يا راشد يا بن معجب يا الخيرين. اسمها الشاهينية، الشاهينية في المركز الخامس للسيد راشد بن معجب الخيرين. والنقلة على ميراج، وميراج بدأت في الإقلاع، وانتظروا إقلاع ميراج اللي في سادس المراكز، وتعود ملكية ميراج للسيد سيب بن محمد بن زايد الخيرين، وأيضا منها السيد بركي الرشيدي. بينما النقلة على المركز السابع، النقلة على الظبي، والظبي أيضا قادمة، تعود ملكية الظبي للسيد سلطان بن محمد، سلطان بن سعيد بن محمد بو إبراهيم. والنقلة على المركز الثامن، نشوف الآن اللي فيه الشايبة في ثامن المراكز، وتعود ملكية الشايبة للسيد منصور بن محمد بن عرطي الحميري. والنقلة على المركز التاسع، واسم جديد، اسم جديد بدأ يتدخل إلى تاسع المراكز، 187 اللي في المركز التاسع، اللي حاملة رقم 187، وتعود ملكيته للسيد 14، اسمها للسيد علي بن محمد المري. والنقلة على عاشر المراكز للسيد سليمان بن رويشد الجاني، نتمنى لك التوفيق يا بن رويشد، اسمها الحرة للسيد سليمان بن رويشد الجاني. مشاهدينا في هذه اللحظات يردنا تنويه من اللجنة المنظمة، تعلن اللجنة أنه قد لوحظ مشاركة بعض الهجن في هذا المساء، تعلن اللجنة أنه قد تم ملاحظة مشاركة بعض الهجن في هذا المساء، وقد سبق لها المشاركة في الأيام الماضية، وسوف تقوم اللجنة بشط جائزة الفائز منها، وترجو عدم تكرار مثل هذه الأعمال للحفاظ على نظام السباق. ونتمنى للجميع التوفيق، نتمنى أن تكون المعلومة وصلت إلى مسامع المشتركين معنا. عودة أيها الحفل الكريم عند لوحة 3000 متر، 3 كيلومتر الأخيرة، ولا زالت الوثبة لا زالت تقدم أفضل العروض وتقود هذه الجموع في الشوط الخامس. والشوط الخامس مخصص للثنايا البكار، ومسافته هي 8 كيلومترات، وجائزة عبارة عن سيارة بانتظار اللي في المركز الأول. لا زالت الوثبة في المركز الأول للسيد بخيت بن علي الخصواني المنصوري، ولكن الدخول، يا سلام، تدخلت الشاهينية في هذه اللحظات. ضبية تدخلت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الأول. واروح يا فرج لو سمحت، خلونا نتقدم قليلا، ونرجو من أصحاب السيارات أن يعطونا المجال. نشوف الآن اللي في المركز الأول، ميراج قادمة في المركز الثاني، ولكن نشوف الآن اللي في المقدمة ضبية للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي. ضبية في المركز الأول، وأرى، يا سلام، الله، الوثبة عادت
مادة الوثبة لتستعيد الحقوق المنهوبة والمسلوبة. الوثبة غيرت إلى المركز الأول وتعود ملكية الوثبة للسيد بخيت بن علي الخصواني المنصوري، والمركز الثاني الضبي وتعود ملكية ضبية. ضبية اللي في ثاني المراكز تعود ملكية ضبية للسيد الجفالي النعيمي، للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي مالك ضبية اللي في هذه اللحظات انتزعت الصدارة من الوثبة. ضبية غيرت وانتزعت المقدمة للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي، والمركز الثاني الوثبة، والوثبة تعود ملكيتها للسيد بخيت بن علي الخصواني المنصوري. والنقلة على ميراج اللي في ثالث المراكز للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين وايضا منها بركي الرشيدي، بينما النقلة على المركز الرابع والضبي قادمة بو ابراهيم قادم في المركز الرابع الضبي للسيد سلطان بن سعيد بن محمد بو ابراهيم، هو الان مالك الضبي اللي في المركز الرابع. والنقله على المركز الخامس نشوف الان اللي في المركز الخامس اللي هي زعفرانه، وتعود ملكيه زعفرانه للسيد محمد بن مسلم بن حمرور العامري. والنقله على المركز السادس شعار بالعرطي الحميري، الشايبه قادمه في سادس المراكز وتعود ملكيه للسيد منصور بن محمد بالعرطي الحميري. والنقله على المركز السابع شعار الخيرين يتدخل الى سابع المراكز للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين، وشعار محبوبه شعار السيد عاطف بن علي القرشي. جماهير متعدده لهذا الشعار، وانا اول الجماهير التي تشجع هذا الشعار، شعار عاطف بن علي القرشي. نعود الى المقدمه، يا سلام ضبيه لا زالت في المركز الاول للسيد راشد بن محمد الجفالي النعيمي، والمركز الثاني ميراج. وميراج انتظروا لحراره الاقلاع لميراج اللي يمتلك السيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين وايضا منها برك الرشيدي، بينما النقله على المركز الثالث، النقله على الشايبه اللي في ثالث المراكز للسيد منصور بن محمد بن عرطي الحميري. ولكن الدخول يا سلام الله، الشايبه عادت، ونرجو من اصحاب السيارات يا جماعه ما يصير يا جماعه، يا ليت نطلب من اللجنه تقليل السيارات التي تزاحمنا على مباراه هذا الشوط. يا سلام، نعود الى ميراج، وميراج لا زالت في المقدمه وغيرت وانتزعت الصداره، و900 متر اخيره ميراج للسيد سيب محمد بن زايد الخيرين وبرك الرشيدي اللي ضمنها. ولكن المنافسه والدخول من زعفرانه، يا سلام زعفرانه غيرت الى المقدمه وتعود ملكيه زعفرانه للسيد محمد بن مسلم بن حمرور العامري. والمركز الثاني الشايبه للسيد منصور بن محمد بن العرطي الحميري. والمركز الثالث ايضا دخول من شعار الخيرين، اختصاص الكيلو الاخير، اختصاص تعود ملكيته للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين. والمركز الرابع، ميراج للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، واتت الظبي للسيد سعيد بن محمد وابراهيم. خلونا نعود الى المقدمه، يا سلام الله، نعود الى المقدمه والى زعفرانه اللي في المقدمه، وتعود ملكيه زعفرانه للسيد محمد بن مسلم بن حمرور العامري، وحسم الموقف لصالحه بن حمرور. ال 300 متر الاخيره على زعفرانه، يا سلام زعفرانه، والشايبه ايضا قادمه، الشايبه قادمه في المركز الثاني. ولكن خلاص تهانينا نزفها من الاعماق لاشقائنا في دوله الامارات العربيه المتحده على الفوز بهذا الشوط والفوز بالسياره، تهانينا خصوصا لمالك السيد محمد بن مسلم بن حمرور العامري. ها هي لحظات الوصول الى خط النهايه، وها هي تحيه المرشبي يحيي جماهير زعفرانه الفائزه بالمركز الاول. المركز الثاني الشايبه للسيد منصور بن محمد بالعرطي الحميري، والمركز الثالث ميراج للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، والمركز الرابع جماهير للسيد عاطف بن علي القرشي، والمركز الخامس اختصاص للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين، والمركز السادس للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري، والمركز السابع اسعفه للسيد حمد بن سالم بن خزينه المري، والمركز الثامن للسيد متعب بن حمد بن متعب العامري، والمركز التاسع الوثبه للسيد بخيت بن علي بن خصوان المنصوري، والمركز العاشر للسيد حميد بن احمد
بنحارب المهيري هكذا. ذعنا على حضراتكم المراكز العشرة الأولى الفائزة، تهانينا ونخص بالتهنئة مالك زعفرانة التي حسمت الموقف لصالحها وظفرت بناموس هذا الشوط وأرسلت السلامات وتهاني لأهالي مدينة العين الذين أثبتوا تألقهم وقدرتهم الهائلة على الفوز بالمراكز الأولى. قطعت زعفرانة المسافة في زمن القدر 13 دقيقة و52 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها السيد محمد بن مسلم بن حمرور العامري على فوز زعفرانة بالمركز الأول. وجاءت الشايبة في ثاني المراكز وقطعت بدورها مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدر 13 دقيقة و56 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها السيد منصور بن محمد بن سهيل بالعرطي الحميري. وجاءت في المركز الثالث ميراج وقطعت المسافة في زمن وقدر 13 دقيقة و59 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ميراج السيد سيف بن محمد بن زايد الخيرين، والتهاني لمضمرها السيد بركي الرشيدي. بظل راعي الحفل والطيب من طيب.